سلم لافامي، سلم الناس كلش، نحوالكم فاميليا. فيديو جديد وليله جديده. اليوم شباب حبيت نوريكم باريس في الليل. انا توا موجود في محطه مونبارناس في باريس، نحب نوريكم الاجواء الليليه في المحطه هذه على خاطرها استثنائيه شويه، على خاطر تحسها كانها في وسط النهار، الناس موجودة وتتحرك دونك شوفوا احكموا احدكم. شوفوا شباب، الناس موجودة بكثرة كأنها في وسط النهار، عبارة وسط النهار، الناس ماشية جاية. والحقيقة انه الوقت متاعنا توا نقربوا للتابلو، غادي قريب نص الليل. شوفوا قريب نص الليل في باريس كيفاش الناس تتحرك نورمال. أنا تحسوا شوية اكتظاظ، اللي هو وين نجم يكون اكتظاظ. أوكي، قريب نص الليل، ما نعرفش نجموا تشوفوا ولا لا، غادي في التابلو قريب نص الليل. الناس موجودة تبارك الله، معناها اللي ماشي واللي جاي واللي مسافر واللي راجع. هذه هي الأجواء الباريزية في الليل. نحب نزيد نخرج شوية نعمل بكم دورة في المحطة. هذه هي محطة مونبارناس، غار مونبارناس. بالرغم اللي القهاوي اللي في وسط الغار والبوتيكات، يعني المحلات اللي في وسط المحطة مسكرة والناس موجودة بكثرة. بكل بساطة هذه هي باريس معناها شباب. باريس مدينة الأنوار، ما كذبش. ما كذبش السيد اللي سماها باريس مدينة الأنوار، على خاطر معناتها ال 24 ساعة والبلاد تتحرك والبلاد منورة. كما تشوفوا نزيدوا شباب نهبطوا بكم اللوطة، نخرجوا لبرا ونشوفوا الأجواء كيفاش، الأجواء الليلية في باريس. دونك شباب أقعدوا معنا، نهبطوا نخرجوا نعملوا دورة صغيرة لبرا ونشوفوا الأجواء الليلية. هاي شباب لهنا وسط محطة باري مونبارناس. يا خويا هاكم على المباشر معنا. اجواء عاديه معناها، كانه في وسط النهار، البلاد منوره. وهذه هي لا فامي، باريس بالليل. احنا متواجدين في محطة مونبارناس، غار مونبارناس. هذا التور متاع مونبارناس الطويل شباب، هذا تنجموا تطلعوا الفوق بالكل وتشوفوا باريس من الفوق، يعني كأنك طلعت البرج ايفل، التوريفال طويل برشا، تنجموا تطلعوا للسقف غادي وتشوفوا الأجواء الباريزية، تشوفوا باريس الكل يعني من الفوق. سو شباب توا نرجعوا للمحطة متاعنا، نرجعوا ندخلوا نشوفوا شنو نعمل، نشوفوا الترام متاعنا قريب يجي ولا. كيما تشوفوا شباب الحركة ديما موجودة في باريس،
هذه هي محطة باري مون بارناس لا فامي. صو نمشي وناخذوا قهوة ونركشو نستناو الترام تاعنا وقتاش يجي. ترا 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 ناخذوا قهوة من هنا. توا مع نص الليل شنو تنجم تقول القهوة متاعنا؟ ما نعرفش انا ديما ناخذ هكا شوكولا شو، اما خلينا ناخذ حاجة اخرى. توا ناخذ شوكولا فاني برا على الفازة. لا باش يهبط اوب فوالا لحظات وتحضر القهوة متاعنا شباب. شفتوا لفامي وقريب تسكر هي الجارة وتسكر مع نص الليل ونص هكا، اما الاخر لحظة لين الجار تسكر والحركة موجودة الاخر لحظة. هاي حضرت شي القهوة. القهوة متاعنا حضرت. واو هذه قهوة فاني شوكولا. وانا الترام تاعي جي نص الليل غير ربع كما قلت لكم الاخر لحظة وديما الحركة موجودة. هاي خل نمشي نشد الترام تاعي انا لفامي. سو شباب الترام تاعي هذا هو لفوا نمرو 13. نطلع في اول باب يعرضني انا ديريكت. وين ديما البلاصه نتاعي الفوق. والقهوه نتاعي ديما معايا. هاي برا نمشيو للي بعدها. لهنا فما برشا ناس قاعدين باش نجمو نحكيو على راحتنا فاميليا. نشوفوا التراك كامل معبي كما تشوفوا هاي. على بساكل قلت لكم هذا في وقت مؤخر معناها. ترا مليان. هوبا افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال. اهلا هاي شنو رايك؟ ترى ممتلئ. وين نحب نشد بلاصه برجوليه لافامي ما فيها حتى حد. نحب نكمل نتعدى بكم ترى كامل للنص الاخر. اخر عربه اخر كرهبه في التراه. خلينا نشوفوا ترى نشوفوا اخرتها وين. اي جا القهوه كبيت النص نتاعها انا دي. هوب شوف والله كبيت القهوه على يدي. مش مشكلة هاي هذي او بدأ يفرغ هاي سيبو نص اللي بعدها ونقف. وعد وعد شرف. تسمعوا ولا حتى الموسيقى موجودة في وسط التراء. ولا هذي شباب لا لينيو ان. هذه لا لينيو ان موجوده في محطه مونبارناس. هاي خلينا نخرج هاي الواش انا نشوف وصلت للاخر شباب. هاي والله نحب نشوف اخرتها وين. انا وصلت للاخر فوالا. هذا اخر باب هذيك متاع السيد اللي سوق في التراء. هاي افتح يا سمسم.
واه ما تتحلش والقهوة تكبته يا والله عالم. معناتها القهوة ما شربتهاش ونصها تكب. نرجع نطلع لهنا ونقعدوا شباب ونحكيوا في راحتنا. هاي نطلع الفوق. لا خليني لوطة بطلت ما عادش نحب نطلع الفوق. خليني لوطة شبيبة. توا الهدوء شباب الهدوء. بسم الله. واو. واخيرا شدينا بلاصة شباب. الحمد لله. شوفوا شباب ما نعرفش نجمة تشوفوا ولا لا. ولكن القهوة مكبوبة على يدي. القهوة نصها وفاء. النص مدحها. ما فماش ما نعرفش وين. ما شربتوش انا. من الله اعلم وين مشى. نجمة تقولي لي وين مشى نص القهوة. تكب. كيفاش الله اعلم. على الاقل شبيبة. نشوف القهوة اسك بنينة ولا لا. واو عندها مذاق عالمي. انا قلت لكم القهوي اللي في الماشين متاع باريز مش نورمال. القهوة هذه السعر متاعها 2 اورو وعشرين فقط. اي نعم شباب 2 اورو وعشرين. واو. سو شباب حبيت نشارككم الاجواء الليلية في باريز كيفاش. بالطبيعة مش في باريس الكل ولكن في باري مونبارناس جار مونبارناس المحطة متاع القطار مونبارناس. كيفاش الأجواء فيها. بالطبيعة ثم جانب في باريس في باريس هادئ شوية وجانب آخر ضجيج وكذا. أنا صورت لكم المحطة دونك هذه أجواء المحطة كيفاش مش باريس الكل. حبيت نشارككم الفيديو شباب ان شاء الله عجبكم. واذا عندكم اقتراحات اخرى وافكار اخرى متاع فيديوهات مرحبا بالناس الكل. راكم لا فامي راكم في القلب. ان شاء الله عجبكم الفيديو هذا وما تنساوش الدعم شباب. لايك للفيديو واللي مش مشترك في القناة يشترك معنا وكون من لا فامي متاع قيس نصري. احلى ناس احلى ناس في العالم. السلام عليكم الناس الكل ونتلقى في فيديو جديد لفامي. Peace and love. السلام عليكم.